من جديد نحييكم في الجزء الرابع والأخير، والحديث لازال مستمرا متواصلا حول دينية اللعب طبعا الجزائري. نتحدث أيضا عن بن سبعيني، نتحدث عن بوصوف المتنقل مؤخرا إلى بلجيكا، حليمي أيضا الذي يلعب في البطولة البلجيكية. في أسماء، في مواهب، ولكن للأسف منظومة، خليني أقول لك، مهترئة. ما تخلي لا المدرب يعمل، ما تخلي لا الكشاف يكتشف لك، وما تخلي أيضا لا الهياكل القاعدية تخليك اليوم تكتشف لاعبين مثل فترة الثمانينات والتسعينات. اليوم بربكم في بلدية تلقى مثلا في القبة، مثلا رائد القبة وأمل القبة وترجي القبة وداد القبة واتحاد القبة، مثلا في بلوزداد شباب بلوزداد وداد بلوزداد سريع بلوزداد شباب بالحمة في الحراش نفسي اتحاد الحراش، تلقى مثلا فريق المحمدية شباب المحمدية هلال المحمدية، يعني في كل بلدية 7-8 فرق نتحدث عن فئات شبانية وملعب واحد، يعني ما تقدرش تدور المستشفى. اليوم نايلة عندنا الكلام اللي قاله الأخ على اللاعبين تاع الثمانينات كانوا قادرين يمشيو كلهم لاوروبا. اللاعب اللي كان قادر يمشي لاوروبا سواء عبد القادر المزياني سواء مايدي سواء حسين ياحي سواء عجيسه سواء سواء، هاد اللاعبين اذا شفت التكوين تاعهم بدون تكوين يعني استراتيجي، يعني اليوم واش نتكلموا على التكوين الحديث، ولكن لو فوليوم دونترينمون تاعو كسا سواء في كاتيجوري تاعو اون ايكول فوتبول ولا او مينيم ولا اون كادي ولا اون جونيور ومن بعد ديزون كري لا كاتيجوري اسبوار، تسيبو مدرب على الاقل 2000-3000 ساعه. اليوم اللاعب ما عندوش التكوين هذا، مستحيل، ما عدا بارادو او اتحاد العاصمه اللي عندهم لو سونت او شباب بلوزداد او سليف او شباب بلوزداد اللي راهم يكونوا الفرق هذوما. بمعنى اليوم اللاعب مسكين الفرق باقي الفرق الاخرى واش بديت تهضر في 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 القبه تسيب عندهم 10 فرق، اللاعب كي يدخل 22 لاعب مينيم اكادي اي جونيور دو ارسيكا كوبا ولا دو كاك ولا سور لو ميم تيران دون لو ميم كرينو اي سون تران سور 2 متر كاري ولا 20 متر كاري. لا غارديان ما يعرفش لي بوا كاع، يعرفهم لي بوا نهار الجمعه، يعرف لي بوا نهار الجمعه سي اون فورس دونترينمون وين كاين رمل اي سون تران سينو دون دي تيران باغي دون وي 4-5 كلوب كي سون تران على ميم فوا سورتو في كاتيجوري جون يا با دو فوليوم دونترينمون يا با دونترينمون. انا كنت مينيم في مولودي الجزائر او في اتحاد الحراش او يا صاحبي كنا ندربوا على الاقل 5 فوا بار سومان 5 فوا بار سومان، ما عدا يوم وين ما نقراو وين نقراو توبليج ان با فوني ا لونترينمون تي زيديكاتور تي زونترينور كو سوا عبد النوركاوا كو سوا رامي في الحراش كو سوا تومي لايد كراخي في الحراش كو سوا هدان كو سوا كو سوا، وكان يعرفوا باللي تو سي شي ولا تو راتي ان كور لعجب يصرافيك توبليج ا فير دي زيتود Et à la fin du trimestre, tu ramènes tes bulletins et tes classements. Ils voient ton évolution. Mais non seulement ils sont en pas, mais il n'y a pas le côté éducatif. نقولها ونعاودها، ما عدا بعض الفرق اللي حطوا الامكانيات واليوم جيد واليوم الريزولتا إلي لا إلي لا كسوا بن سبعيني واسكيلي كسوا عطال واسكيلي كسوا فلان واسكيلي سي غراس اكوا عطال أيضا نسينا أكيد سي غراس اكوا سي غراس ديزيدوكاتور اللي عرفوا يسيروهم وعرفوا يدربوهم. أنا نطرح لك سؤال من جانب آخر، عميروش بن جدو دائما معنا دائما طبعا عدلان حميتشي، هل نقول اليوم دهنية اللاعب الجزائري الذي يحترف هي دهنية يعني خارجة من حياته الاجتماعية من حياته العائلية من حياته المحيطة به طبعا العائلية اللي تخلي اللاعب يدرك أنه خصوصا اللاعب لما يكون فقير زوالي ما عندوش الأموال لما تجيه أول فرصة فهو يحافظ عليها إلى غاية انتهاء مسيرته الكروية، لأنه في هذه النوادي للأسف ما فيش تكوين من الجانب الدهني للاعب الجزائري. بيان سور أنت كي تشوف بوصوف يعني ديكلاراسيون كي مفراب يقول لك كسوسوا الوالي تاعي وكسوسوا عرب عز الدين عرب في سطيف قال كي الفالي لو كان ما خرجش هذا العام الطفل هذا يضيع. تقدر يدخل العام جاي بالك يولي يهضروا عليه في الجرائد 300 مليون 400 مليون il va perdre كاع الوسمو تاعو دونك il fallait يخرج. يا دي جوار اللي خرجوا في الوقت كيما بوصوف دوكا خرج في الوقت peut-être dans 2 ans ou la 1 année ou la 3 ans peut-être نشوفوه dans un grand club. كاين عطال خرج في الوقت من 70 كلمه نقطع كلامك بلا سله، كان لاعب جزائري موهوب احسن لاعب ربما عرفته الكره الجزائريه اللي هو لاصي ابراهيم لاصي ابراهيم جاني اون كادي او ام سي لاعب سابق ممتاز. وش نقول لك؟
مارادونا دون بلومي دون 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 سي ان جوار اللي عمري في حياتي ما شفت لاعب مثل هذا. واش علاش ينجح؟ ان اكسيدون دو فوتور. الله اكبر. ان اكسيدون دو فوتور دخلوه دراهم كما قلت ولا شرى سياره وشرى هذه غلطات تاع الصغر وكان يسكن في ممرداس ويدرب. ما كانش مرافقه هنا. ما كانش مرافقه. انس ابراهيم ربي عطانا لاعب على ميسي ومشى من الكره الجزائريه حادث مرور. حادث مرور اللي قريبه. احسن لاعب شفته في حياتي. الناس تتكلم على روناردينيو تتكلم امن بالله غير نفس المواصفات للاسف نفس المواصفات للاسف مالوغوزمون. نقطه جد مهمه عندنا حميتشي الحديث على الاصاب موهبه ضيعتها الكره الجزائريه يقود الحديث انه اليوم ما فيش مرافقه للمواهب الشبانيه واخر اجتماع طبعا لرئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون مع وزير الشباب والرياضه والوزير المكلف طبعا برياضيه النخبه وحتى الوزير الاول سيد جراد تحدث على ضروره وضع لجنه تكتشف المواهب في كل ربوع الوطن. تعليقك عبد الحميدشي. نعم نعم تفضل تفضل استمع لك تفضل تفضل. حبيت نعقب على النقطه انه اللي جوار هادو من الفقر والله هو اللي يدفعهم باش يرفعوا التحديات اكبر. نقول لا اقول سي با توجور ايفيدون باللي نعطيك لي دو زيكزومبل بوصوف وبن سبعيني. بن سبعيني سي ان كا وليد عائله كرويه ولاباس عليها يعني عائله ماهيش في ظروف اجتماعيه قاسيه العكس هو والديه والده وعمه كانوا لاعبين في شباب قسنطينه سابقا وجده يعني سون كرون بير ماترنال حبشي لو كرون غارديان تاع السياسي في السبعينات لو فامو غارديان دو بوت حنشي هو جدو سي سون غرون بير وعايشين في ظروف حياه اجتماعيه جيده سي كو بسبيني الى فولي فار اون بون كارير وكان كيما قلتوا انتم دركا هي المرافقه لاكومبانيمون لاكومبانيمون تاع لافامي تاعو عاونوا كثير باش يبلغ هذا المستوى. نفس الشيء سمير بوصوف لاعب تاع وفاق ستيف هو ابن ميلا ولكن باباه لاعب سابق في شباب قسنطينه وفي شباب ميلا وعمه قائد فريق شباب ميلا مده 20 سنه يعني هو من عائله كرويه وفي ميسوره الحال سيكري سون بيان اونكادري راحوا في الوقت الملائم للخارج باش يتحسن مستواهم لانه عرفوا باللي البقاء في الجزائر راح يقضي على مسيرتهم الكرويه اللي عندها طموحات كبيره. باش نعاود نولد نقطه السؤال تاعك بالنسبه للسلطات العموميه على ذكر الوزير المنتدب سواكري لاكتشاف المواهب انا اقول باللي يصعب جدا اكتشاف المواهب بدون تأطير بمعنى كي تقول فريق مثلا جمعيه رياضيه كبيره في الجزائر وما عندهاش الكشافين تاعها كو سوا في الفوتبول ولا في الاتليتيزم ولا في الهاندبال ولا في اي قطاع يعني ما كانش لي كلوب سو با ستركتوري والسلطات العموميه ما تقدرش دير في كل نادي بروسبكتور سيكو لازم لنا نهيكلوا النوادي والجمعيات الرياضيه بصفه عامه باش اون بو ديتيكتي لي طالون كو سو سوا في سبور سكولار ولا في سبور دو ماس يعني الرياضات الجمعويه. جيد عندك اضافه كنت تريد ربما تقييم تو نتكلم عندنا حميد تيجي وكان ملهم الافكار تاعك عندنا حميد تيجي كوبا ليليا كوبا ليليا معليش تفضل لانه غير يهضر عندنا حميد تيجي يحب يدخل سيد محمد بهم فيه تفضل محمد تفضل تفضل يعني اليوم المواهب كاين كانت عندنا بتي شونس انا ترافاي افيك ديتيكسيون تاع لو جون طالون تاع نايك وين شفنا في عمقات الجزائر بوسعاده لاكابيلي الجبال الغرب اوني بارتي بارتو مع ان جروب مسيو قادر يعيش وبن يحيى وتوفيق بن يحيى بلوس مسيو شعيب محمد اون اف فيو دي جون بيتريت كاليتي باش تقول لي ما كاش شبان في الجزائر ولا خارج الجزائر ولا في الصحراء ولا ما عدا اليوم لازم لك الناس اللي تحب هذا الشيء ولكن شيء اخر اللي هو نختموا دقيقه ليديكاتور تعطي له سون امبورتونس اي تو لي دون با 10000 دينار ويقعد يسالو البوشي باش يوكل ولادو يفو دوني لي نيميراسيون
à ces éducateurs à qui demain ils peuvent lancer des grands jeunes. Et للأسف المربي في النوادي الجزائرية ومدربي الفئات الشبانية لا يلقوا الاهتمام من طرف الرؤساء النوادي. هل نقول المشكل في رؤساء النوادي أم المشكل في هؤلاء المدربين الذين يدربون هذه الفئات؟ مدرب الأكابر يتقاضى مبالغ خيالية لرفقة اللاعبين، ومدرب الشبان اللي كان أقل من 15 سنة أو 16 سنة أو 17 سنة أو 19 سنة التسميات الجديدة يتلقى ربما مليون سنتيم شهريا. إلى موضوع آخر متعلق بالقبضة الحديدية، قضية روني اللاعب الكاميروني الذي زور الشهادة والإجازة لاعب المحترف حسب مسيري المولودية، وإدارة المولودية التي وجدت نفسها في حرج كبير بعد بيان أو قرار الرابطة المحترفة التي أقرت وقالت بأن لا يمكن لها أن تحكم في مثل هكذا قضايا. عميروش بن جدو تعليقك. شوف في التقديم تاعك قلت فالسيفيه سي بون كور بروفي بلي كسي كي حسب قلت حسب انا باسكو القضيه تاع روني سي كو لو دوكيومون لاتيستاسيون دو جوور انترناسيونال اللي تحطت في الدوسيي تاعو ان 2019 سي ان فو دوكيومون تادير هو ويقول بلي ماشي انا اللي حطيت لو دوكيومون في الدوسيي سي لو مولوديا دالجي تادير سي لو سيكريتير تاع المولوديه اللي كان هذاك الوقت هذاك الوقت جابوه عمر غريب عمر غريب في هذا البرنامج عفوا المقاطعة يوم الجمعة قال لك أنا اللي استخدمت المولودية بإذن من كازوني أو بطلب من كازوني وقال لك المشكل في تي ام اس اللي موجود على مستوى الفيدرالية التي أقرت بأن اللاعب هو يحمل إجازة لاعب دولي وأعطت للرابطة الضوء الأخضر باش عطاو داروا له الإجازة لمدة سنة هل بعد سنة نكتشفوا اليوم أن اللاعب زور الإجازة؟ بس شوف البروبليم ما كان ني تي ام اس ني والو المشكل أنه لو دوكيومون اللي تحط في الدوسيي تاع روني باش يتكاليفيا بروبليم سي شكون اللي حطو روني قال لك انا كنت في لابولون لاجون تاعي بول ما حطوش استادير شكون اللي حط لو فو دوكيومون وتكاليفيا في المولوديه القانون واش يقول بلي لو سيكريتاريا جينيرال تاع لا فيدراسيون ال دوا اوتنتيفي لي زاتيستاسيون اوبري دي فيدراسيون تاع من جا جوار ان با في سون ترافاي ما تكاليفياش تكاليفيا مع المولوديه وبعد زاد كاليفيا مع عين مليله ودوكا عاود ولا المولوديه عاود حكاها معاهم و 2020 كي مولوديه حبت تليبيريه قالوا لنا لاعب عنده دوكا هذا وين فاقوا بلي عنده فوتو كيما وزيد اللاعب بون زو اسمو ايزل الى ايطاليا لا فيدراسيون عند محمد سعد سكرتير جينيرال قال له اوتنتيفي لي لو دوكيومون الا اوتنتيفي اوبري دو سكرتير جينيرال تاع الكاميرون مسيو بونلوك اللي قال له بلي سي ان فو دوكيومون روني بيان سور il est bien conseillé il est très bien conseillé روني محامي تاعو عنده محامي عنده دو اجون ثاني شيفروني اللي يعرفوا كيفاش تصير الامور il a demandé هو une autre attestation من الكاميرون بعثوها له بلي كي لي بالي بيان انترناسيونال اليوم هو ويقول لك بلي لا ليغ ال ني با ان با لوتوريتي بور مو جوجي سي ان جوار اترونجي راح ديريكتومون لا فيفا واليوم لا ليغ عطات له الحق جيت وغدوه نورمالمون كونفوكاوها المولوديه جوست سي اون انفورماسيون تفضل ماذا بينا تقدمها لنا فوالا استادير اليوم مولوديه ما يقدروش يكاليفيو الغربال ويصلا على فوا يقدروا يكاليفيو واحد برك باسكو روني لا ليسونس تاعو ايزون روجتي لا دوموند دانيلاسيون ماذا تقول اخر الاخبار انه المولوديه Ils ont fait marche arrière ou convoqué pour demain pour négocier معاه une séparation à l'amiable. Et donc, l'Ourtani est à Tunisie ou à Tawal. L'Ourtani signe un passeport algérien, donc il joue la TAS ou il joue le. Mohamed Mio, bien que tu aies. اليوم يعني للواضح هنقول اليوم ضعف الإدارة المولودية في معالجة مثل هكذا المشاكل خلينا نكون صراحة أنت ابن المولودية وعندك ريحة وعندك جزء من المولودية محمد ميهوبي خلينا نسمو اليوم الأسماء بمسمياتها هنقول اليوم ضعف في التأمل أن مثل هكذا قضايا أمانة الإدارة للأسف وجدت نفسها في قنابل وضعتها الإدارة السابقة حتى ننصب الكل شوف اليوم القانون باين اكيد يجيبوا لك لاعب يقول لك باش داير بور كي جو دون لو شامبيون الجزائري يفو كي سوا انترناسيونال هذه الحاجه النقطه الاولى للفرق اليوم يجيك لاعب ويجيب لك اون اتيستاسيون وانت تمشي بها كما قلت للفيدراليه والفيدراليه تجوزها لك ويجيك لو تي ام اس دو سيناتور دونك سي ان جوور كي انترناسيونال كي انترناسيونال دونك الضعف ما راهوش في المولوديه الضعف اليوم انا اقول لك وصلنا وين كنا في المولوديه الجزائر انا مش انا جيجر وقاسي سعيد على ليبوك لاعب جابوه هنا وماشي هو كيفاش نفس نو
جيد. لو ميم نون دو فامي، لو ميم برينو، ماشي هو، افريقيا هذه هي. افريقيا هذه يجيب لك لاعب وين يعني؟ مامي هذا شوفوا في شوفوا يعني احنا احنا صارت لنا جيد صارت لنا فوقنا الورا دينا المينوت. شوفوا وصلنا وين؟ اوروزمون كو لو جورناليست راه ايتي كوريكت افيك نو نحى التصويره بالتليفون تاع المولوديه ما درهاش لو كان درها كانت كاتاستروف. اعطيني الكره تشوف اعطيني الكره ديكستيريور ولا بالانتيريور بالانتيريور نروح بها للحمله لقسنطينه قلت حملاوي روح بها لقسنطينه الى عدنان حميدشي طبعا راني نهدر بحملاوي الله يجعل الخير خويا العزيز عدنان حميدشي تعليقك تعقيبك ارائك قراءتك لما يحدث اليوم لقضية رودي مع إدارة المولودية. هي بالمختصر هذه هي الصورة الكارثية لكرة القدم الجزائرية من ناحية الإدارية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الدوفي كونفيرمي لوتونتيسيتي دو دوكيومون قبل ما تكاليفي الجوار. قضية التي ام اس ماهيش معها عندها حتى علاقة بالدولي وغير دولي لأنه التي ام اس يشوف قضية العقود تاع اللعابة اسكي سون ليبيري ولا با. أنا نقول بلي قضية عروني رانا عشنا مدة منذ 1990 تقريبا 92 وبداو يجيو الأفارقة بشكل كثير للجزائر شفنا عشرات الأمثلة تاع عروني حتى اللي سما جابوا ان غارديان بيت وين ظهر يلعب بها فو باسبور اون فوا جو مسوفيان ان غارديان بيت جابوه من بوركينا فاسو ولا من الكاميرون والامثله راهي عديده لا لانه النوادي الجزائريه من الناحيه الاداريه ما عندهاش هيكله رؤساء النوادي راهم قبضه الصنافره كما كان يقول ميهو بيل وي تفضل تفضل مهم. انا كي هضرت على تي ام اس على بالي بلي تي ام اس يفي با فوا بصح تي ام اس يعني يبين لك بلي هذا اللاعب كان في الفريق فلان فلاني جيد. وجا جيد. يعني خلي وصل التي ام اس يتحدث على النوادي بارك الله فيك في النوادي سي لا تكنيك تي ام اس سي اون ماشين سي ماشين ولا ولكن الدولي ولا غير الدولي موجوده غير في الجزائر او في البلدان الاخرى ما عندهاش هذا الموضوع تاع الدولي ولا مش دولي تسمى شروط داخليه. انا نهضر لك من ناحيه الفرق درك الفرق الجزائريه وصلنا رانا في 2020 بالانترنت اللي قاويه والجي سي والكار جي والسانك جي اون بو با فيريفي لوثنتيسيتي دي جوار اللي كان لعب مع المنتخب تاع بلاده المحلي ولا لا. يعني هذا الشيء غريب وعلاش رانا في الوضعيه هذه لانه رؤساء النوادي تحت قبضه السماطره لي ماناجير يجيبوا لهم نيمبورت كوا يجيبوا لهم الكيوي في نص ما نعرف واش ويدخلوه للفريق في صالي كي في لو بالجيريان لو بريزيدون دو كلوب يجيبوا لعابه اجانب وما يقدروش يتاكدوا منهم جيد. من جيد عدنان الحميدشي جيد عدنان الحميدشي الى متى نبقى نستقدم لاعبين من القاره السمراء بمشاهده اليوتيوب والفيديو بكل صراحه نو توكا كاين دي زابليكاسيون كاين دي بلاتفورم لا سقسيت واحد 5 ولا 6 كلوب كاينين دقيقتين كاين دي بلاتفورم وين تدخل ليهم كيما لواي سكوت باغ اكزومبل تتخلص لابونمون تدخل تشوف لي ماتش تاع اللاعب تشوف لي ستاتيستيك تاع اللاعب شحال لعب تشوف وقتاش دخل وقتاش خرج كيفاش يونطريني تشوف كل شيء. كاين يا ربي 3 كلوب اللي يخدموا بهاد الواي سكوت علاش يخلص ابونمون وقيله 1200 اورو في تريماست ولا في الاخر اليوم اللاعب الى حكاب كما قال لك باش لو ريكروتمون انت تظن باللي بالعمري يعني باش مشى ليون يعني ما بين ليل وليله لا بصح كانت متابعه على الاقل انا نقول لك من كاس افريقيا وروح على الاقل بارك الله فيك على الاقل وتقدر تحوس على هذه المعلومه وتسقسي ان جورناليست تاع النهار عمر عطاب قول له وقتاش قول له وقتاش ميهو قال لك باللي ليون سون انتريسي وراه رايح ليون ميهو وقتاش قال لك محمد ميهو في 30 ثانيه بكل صراحه هل لما تكون تشرف على الفرق يجيك المانجر هل عند يجيب لك الورقه لو سي في تاع الجوار شحال لعب شحال عدد البطاقات عدد الدقائق الفرق اللي لعبها في الثلاث سنوات الاخيره بكل صراحه جامي لا في ما كاش جي تو بروبوز بار تليفون انا اختار المدا واحد المانجر امنوا بالله يعطاني 17 لاعب قلت له روح درب جيبو مدير ليكيب جاب لي اون ليست حطها لي في الاوتيل وراح شفت النيميرو عيط له والله غير 17 لاعب وهذاك المانجر هذا يعني ان ما بورتي بريجيديس مع با مال ديكيب جيد عدنان الحميدشي نعطي لك ايضا 30 ثانيه تختم بهذا الموضوع عدنان انت في الاستماع يبدو أن عدنان حميدشي للأسف غادرنا دون كلمة ختامية دون ما نقول له بارك الله فيك ويعطيك الصحة عدنان حميدشي
للاسف. على كل تحيه لعدل العميتشي من قسنطين. جست ان بارونتاز برك كاين فريق جزائري لعب جزائري يعطى لهم من فوس فيديو وسينياو لهم بعد هذا بسبب القبائل. بسبب القبائل دان جوار الجينيا يقدر شكرا يدير لك دونك شكرا عميروش بن جدو الاعلامي الرياضي ورئيس جريده كومبيتيسيون ناطقه ورئيس تحرير ناطقه باللغه الفرنسيه محمد ميهوبي كنت سعيد بلقائك. شكرا نتمنى نشاهدوك ايضا في احد الفرق. تحيه الى عائله رئيسي خونا كريم محافظ الشرطه خونا وحبيبنا ونحيو كمال رئيسي اللي في انجلترا في الانجليز. بونجور رئيسي. رئيسي كريم بونجور. أول يوم محافظ الشرطة. محافظ الشرطة كان يلعب معايا في مولودية الجزائر. نحيوه طبعا نحيوه كريم وهذه شهادة طبعا محمد ميهوبي قال كان بونغوشي وأيضا لكمال خوه اللاعب السابق كمال رئيسي اللي كان لعب كريم. في الدي إن سي كمال يراه في إنجلترا نحيوه بالمناسبة وتحية حكيم بن قاسي وإلة بن مهل بن دية اللي يهنيه بن عقون خديجة اللي جابت شهادة البكالوريا ومديرة مدرسة بن باديس الابتدائية واحد ببرج الكيفان تحيي المعلمتين والأبناء تاعهم اللي جابوا شهادة كالوريا شابوني إلهام وياسين كمال وتحية حارة ونتمنى الشفاء لأستاذي وصديقي وزميلي دراح إبراهيم الأستاذ العلوم الطبيعية بمتوسطة محمد الأبي العمودي اللي راه مريض نتمنوا له كل الشفاء. تحية زكي في الإخراج محمد من فقير النشيط طيلة هذا اليوم تحية التقنيين المصورين وكل الزملاء ليلة سعيدة نلتقي يوم الجمعة في عدد جديد من برنامج أحكي بانون إلى اللقاء.